الفرق اللي ما عندهاش اموال يقول لك حنا نلعبوا مانتيا ولا نلعبوا نسلكو من صح اللي عندهم اموال ينفيستيو اللي يجيبوا لاعبين كبار واللي يجيبوا لاعبين يلعبوا على الالقاب ولا على المراتب الاولى. نعم دونك هذه نغلقوا هذا الملف ونروحوا مباشره للقاء القمه اللي كان بين مولودية الجزائر ووفاق السطيف بالسطيف. جماهير المولودية كانت غفيرة وغفيرة جدا. الحاجة المحيرة قبل ما نشاهدوا صور هذه الجماهير أنه عشية المباراة كل شيء كان يوحي أن المباراة راح تجرى في أجواء أخوية جدا، بدليل أنه شفنا أنصار مولودية الجزائر أمام عين الفوارة أمام في وسط أو في قلب سطيف، شفنا صور لأنصار سطيف اللي عرضوا أنصار تاع مولودية الجزائر على مأكولات شعبية، شفنا صور أفرحتنا وأتلجت صدور الجميع في الجزائر، لأنه هذه هي كرة القدم، لأنه الفتنة هذه اللي تصرى بين أبناء البلد الواحد لا ندري مصدرها، وهذا هذه نقطة استفهام على الدولة الجزائرية أن تتدخل، لأنه ما حدث في اللقاء الأخير بين اتحاد خنشلة واتحاد العاصمة قبل البقاء كانت الأمور سوية، الأنصار تاع خنشلة استقبلوا في بيوتهم أنصار اتحاد العاصمة، نفس الشيء راه يحدث السنوات الأخيرة بين أنصار المولودية وأنصار سطيف، يعني ولكن شفنا ما حدث قبل اللقاء تم يعني لوندوما لو جور دو ماتش ساعات قليلة قبل المباراة انقلبت الأمور وأصبحت الشحناء والبغضاء بين كلا الطرفين، وهذا شيء يعني غير مقبول لدرجة أنه كانت فيه جرحى من أنصار مولودية الجزائر. شفنا ما حدث، الأمور انزلقت ولا نريد أن تنزلق، وهذه الفتنة يجب أن تتوقف بين أبناء البلد الواحد. اللقاء كما قلت قبل اللقاء كان فيه مشكلة تذاكر، المولودية تنقلت بأعداد غفيرة، أعطينا الصور نشاهدوها أمام مدخل الملعب إن أمكن حمزة، صور أنصار المولودية الذي غصت بهم اللي غص بهم محيط الملعب محمد خزروني، يقال بأنه كان عندكم 2500 تذكرة منحت لكم تم بيعها، بعدها طالبتم بإضافة حصة، يقال وإذا غلطت حبس لي، يقال بأنه زادوا لكم 500 تذكرة ولا 3000 تذكرة، ولكن بدأ المشكل أنه الأنصار ما كفتهمش 3000 تذكرة، ويقال بأنه بعض أنصار المولودية كي وصلوا للسطيف ولقوا روحهم ما عندهمش باش يدخلوا تسللوا أو كانوا مع أنصار وفاق سطيف في شبابيك واحدة، هما بألوان المولودية والأخرين بألوان سطيف، وما صرا والو نشوفوا في الصور، وحبوا يشروا دي تيكي مع أنصار تاع المولودية أنصار سطيف. يقال هنا الشرطة تدخلت لتفريقهم، ومن هنا يقال بأنه بدأت هذيك الشحنة. هل هذا صحيح؟ أما الذي حدث بالضبط؟ أنت كنت في عين المكان، وراح نحاولوا نتصلوا بالسي خليل هدنة من ممثل وفاق سطيف الناطق الرسمي ليتحدث معنا حول هذه القضية، لأنه أنا ما فهمتش كيفاش الصور اللي شفناها عشية اللقاء والصور اللي شفناها للوندوما ما هيش نفسها في الملعب. شوف فيما يخص الأنصار تاعنا، على بالك حنا يتوافدوا دائما بأعداد غفيرة في كل ملاعب، حتى وأنه تقول له باللي الملعب ما يرفدش يقول لك أنا نجي نتفرج. ولكن هذه ثاني ماهيش فلارينيو تكنيك، كنا عطاونا 3000 تيكي دي ديبار، هما ما بغاوش يعطونا، حبوا يطبقوا لنا القانون، ومن حقهم القانون فوق الجميع، كي درنا لارينيو تكنيك قالوا لك بلي نعطوا لك 10% كيما واش كاين في القانون يقول هكذا 10% استعملنا 1400 تيكي، كان عندهم بعض لي ريزو سوسيو هادو، كان انصار تاعهم سب، قالوا لهم لو كان تعطوا لهم التذاكر اكثر راح ندير لكم مشاكل في الميدان. احنا باش ما يكونش مشكل وكذا سينا نعالجوا هذا الموضوع، شحال يرفد الفيراج؟ قلنا يرفد حوالي 2500 وكذا، عطيونا 3000، قلنا الجمهور تاعنا راح يكون في الملعب في الفيراج هذا 3000 مناصر. في الحقيقة على بالك الأنصار تاعنا رام يديروا الفرجة، على بالك الأنصار عندهم حاجة شفتها أنايا، هما اللي رام يعطونا الدعم للفريق، هما اللي رام ينصروا فينا وإحنا عايشين بهم، درك امبوسيبل تلعب بلاد الفريق. ولكن نوقفك هنا نوقفك باش نسي نكون مع الطرف الآخر باش ما يكونش هذا البلاطو أسونسيونيك. باش ما عندنا أسونسيونيك إحنا شفافية نهضروا. 3000 تذكرة يعني لو تبع أنصار تاع مولودية الجزائر تقول لهم روحوا 30000 للسطيف يجوا 30000 يعني أنصار تاع المولودية معروف، خاصة الفريق راه في نتائج ورام يتنقلوا بأعداد غافرة للبيض ولكل مكان. هل كاين فيه تنسيق بينكم وبين ممثلين تاع الأنصار؟ على الأقل قال أو جاي ماتش باغ إكزومبل تاع جياسكا،
شي اسكا يعطيو لك 800 الى 1000 تذكره في هذيك المكان المخصص للزوار. تصور لو يقولوا لك اداره شبيبه القبائل عندك غير 1500 ولا 1300 وانصار المولوديه تيزي وزوري على بعد ساعه يجوك 20000 10000 عادي. ومن بعد والملعب راه جاي ملعب اول نوفمبر تيزي وزوري راه جاي في منطقه سكنيه يعني تدي الانصار حتى تما ومن بعد ما يدخلش. واش حبيت يكون التصرف تاعو؟ يقول لك انا جيت لهنا لازم نشوف الماتش. هل كاين نتوما تنسيق بين الاداره والانصار؟ قال مثلا عطاونا 3000 يجو 3000 يجو 3100 مي ميجوش 10000 يجو 15000 وربما هذا يقدر يحدد لي ديبوردمون. لا لا الانصار ما تنجمش تحكم فيهم. اي واحد يقول لك انا نتحكم في الانصار وريه لنا هذا ينجم يتحكم ولا ينجم. الانصار كل واحد يحب يجي يتفرج هذا الفريق هبالك ماشي حتى الانصار تاعنا كما قال عليه مولوديه الجزائر هذه ملك للشعب الجزائري. كاين فرق كاين ناس يجوا من كل بلاد باش يتفرجوا مولوديه العاصمه. دوك انا واش حبيت نقول لك ما ننجموش مام حتى ويكون عندنا مام يكون عندنا حنايا كيفاش يقولوا اون بلوس تيكي اون بلوس وكذا اللي ما راح تمدهم حنا 3000 هو فيراج هو راح يخصص لك فيراج يقول لك هذا ليكم انتوما للزوار يعني. وهو يدبر راسه من جهه وكاين ناس راهي تشري تيكيات عبر كيما حنا الشبابيك مش شبابيك. دونك حنا الشيء اللي درتو انا اللي حضرت لا ريون تكنيك وكان فيه سيد الوالي نشكروه كثر خيره سيد الوالي تاع سطيف اللي كان لوجيك قال لانه هما حبوا يعطونا 10% معليش في الملعب هذه قلتها باش ما ندخلوش لا باش تكون على بالك سيد الوالي هو المسؤول الاول على هذيك قال لهم زيدوا لهم عطى 3000 قال لهم مولوديه العاصمه فريق عريق وقاعده جماهيريه كبيره راح نحاولوا باش نعطوا لهم 3000 يعني الامور كانت تسير على احسن ما يرام. ما الذي حدث حتى صارت هذه الشحناه وهذه الكلمه اوستيل هذا علاش؟ شوف احنا ما كناش على بالنا احنا كنا في الفندق ومن بعد كنا باش نجيبوا اللاعبين كيما انا نتمشى مع اللاعبين نقف مع اللاعبين. احنا نحكي لك احنا اللقاء تاعنا هذا عادي بالنسبه لي كيما كل الفرق الجزائريه كل ما نجوا نحضروا فريق تاعنا نحضروه ككل مباريات عادي لو بلو نورمالمون دي موند نفوتوا في الفندق نبريباريو المقابله تاعنا. هي تفاجأنا ديجا الاولى تفاجأنا ان وصولنا الى الملعب ملعب 8 ماي اعطينا خلينا باش نروحوا لقطه بنقطه. قلنا تفاجأنا عند الذهاب الى الملعب اعطينا صور الدخول تاع المولوديه الى الملعب. ما الذي حدث حسب رايك انت؟ انا شفت الصور هذا طريق مؤدي للملعب شهد التواجد هاي الصور صور تاع دخول وفد المولوديه الى لازم تشوف التصاور مليح ورام الشعب ورام الشعب من الجهه اليمين الدخله ما تشوفش درك هذا راه اون فاس ديريكت حنا عندنا الجهه اليمين باسكو انت وراه البيس دور ادروات كاين فما شتائم كما قال لك هذه تحدث في كل فئه كانت طريق مؤدي لشهاده التواجد اشخاص غرباء صدر هذو الشتم والاعتداءات والابتزازات هذو انت ما شفتهمش حتى لحقنا بالقرعه فوالا بالك عنده صور من جهه شوف في الكار راك تشوف تصاور راك تشوف عاود تشوف اللقطه تشوف في الكار تشوف تشوف الانصار كانوا حسب شوف رايك شوف من اللور شوف من اللور شوف من اللور شوف من اللور في انا سي 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 شوف من الجهه اللي مليح ولكن هذه تحدث في المؤفر. تحدث احنا ما قلناش احنا اليوم ماناش نجيبو نديرو دي جوستيفيكاسيون باش نقول لك باللي حنايا دخلنا بطريقه ماشي احنا نتمناو انه مام هادو يتفاداو هادو الملاعب تاعنا يتفاداو الامور كيما هادو. اليوم رانا في 2024 دخول لاعبين بطريقه هذه صدر شويه فيها نعم. خليها تكمل صور اعطينا الصور نشاهدوهم دائما صور الدخول الى الملعب خليها حتى تكمل راك توقف لي في كل مره وتعطيني صور اخرى خلي صور نعم هذه تكلم على هذه الفوضى اللي حدثت في الدخول تكلم على هذه نعم خلي باقي الصور نشاهدوهم هذه دخول كان فيه ولكن كاين فيه لاعبين ما يدخلوش هكذا رضوان لاعبين عندهم وين يدخلوا عندهم تفضل دونك ومن بعد قلت لك ومن بعد كاينه زيد باش تدخل لي فيستير شوف هنا طريقه هنا باش شوف شحال كاين المشيه من الهيل لهنا شحال كاين صدر نورمالمون البيس نورمالمون البيس يدخل حتى لهنا واللي جوار يدخلوا لي فيستير كانت تسمى هذا هنا حسب رايك هنا بداوا المشاكل بداوا المشاكل بار سويت كيس كي سي باسي ومن بعد كي دخلنا الاخر احنا كان ديجا الاولى نتكلم لك على بعض الناس الغرباء اللي صبناهم قدام لي فيستير تخلى رضوان الشتم الكلام زياده صدي راه كنا على بالنا بلي حسرنا معليش هادو يدخلوا باش الجوال يتكونسونطرا
ماهوش مشكل دي كونسونطرا ماشي دي كونسونطرا فوالا دي كونسونطرا اللاعبين، ولكن هذا راح يكون الدعم للاعب باش يكون على اوتور. احنا زيدوا بعد دخلنا لي فيسيير، دخلنا المقابله تاعنا اون بريبار بالك، احنا الدخول تاعنا لي فيسيير لي جوار يحطوا لي ساك تاعهم يعاودوا يخرجوا بور فوار لو تيرا اي لومبيونس باش يعيشوا هذيك الاجواء تاع المناصرين تاعنا. دخلنا الملعب، دخلوا اللاعبين يصاليو الجمهور تاعنا، صبنا امور واحد اخرى انه بدا فيه لي بوب كليموجان دنيا لي جوار زيتي ان بو توشي بارابور لودور هذيك تاع صبنا رحنا في مشكل واحد اخر صدر من غير هذه مانيش نقول لا الاخرين. ومن بعد على بالك هو سرق بالبدايه يعني الاجواء اللي شفناها في المباراه اجواء. ومن بعد شوف اللقطات قبل المباراة تعطينا صور أنصار في المدرجات، أنصار سطيف ولا أنصار المولودية، شفنا أجواء جميلة يعني صراحة. ضرب الأول حبينا كي تشوف أنت صور مثل هذه كي جينا داخلين للمقابلة المباراة هذه باش تبدأ المقابلة. صور جميلة صنعها أنصار وفاق سطيف اللي في المدة الأخيرة ما رمشي يكونوا بكثرة في ملاعب في ملعب 8 ماي 45 ولكنهم حضروا بقوة. أنصار المولودية أيضا صنعوا أجواء جميلة وجميلة جدا يعني كي تشوف انت الجمهور تاعنا يدير نعرفه. اليوم شفنا الحمام الانصار تاع الاخرين داروا هذه كي راح تبدا المقابله. نعم. هذه كانت فيه امور واحد اخرى استدير اللاعبين عاشوا على اعصاب هم يشاهدون في انصار تاعنا بداو يشوفوا هذه الامور هذه تسمى ما تحملوش هذيك شغل خرجوا تسمى دخلوا تحت الضغط فوالا دخلوا تحت الاحداث جات شغل احنا نقولوا سيرتو لي بوب كليموجان كانوا ما يستعملوهمش باسكو لي جوار كانوا داخل في الميدان هما اللي اثرت شويه بوتيتك على كان في تشابك بين الطرفين كان تشابك بين الطرفين بالكراسي اللي كانت كراسي المكسره. على كل حال خلينا قبل ما نعودوا لاجواء المباراه تعطينا اللقاء باش على كل حال محللينا محمد قاسي سعيد علي بن شيخ وامين اكساس اعطينا المباراه التي توقفت لثلاث مرات تقريبا وهي تتوقف في كل مرة. الأنصار هذه صور التلفزيون عمومي الأنصار صنعوا أجواء رائعة في بداية المباراة من الجانبين شفنا أنصار مولودية اللي حضروا بقوة كالعادة وأنصار سطيف أيضا اللي امتلأت بهم مدرجات ملعب 8 ماي 45 صور جميلة وجميلة جدا. لكن اللقاء جرى ستيام ماتش آشي يعني ما شفناش كرة قدم صراحة من الجانبين شفنا لقاء هاوليك توقف لقاء 10 دقائق التراشق بالكراسي صور مؤسفة جدا أوقفت المباراة في بدايتها لمدة 10 دقائق واللاعبين يحاولوا يقوموا بالإحماءات لأنه المباراة توقفت قبل أن يكون هناك أو تكون هناك العودة بقيادة الحكم سعيدي. هذا الهدف الذي سجله فريق وفاق سطيف والذي تحدثت عنه كثيرا إدارة المولودية وشككت في مصداقيته وبأنه الهدف كان بعد خطأ. محمد قاسي سعيد نبدأ بك أنت، هاي لك الصورة المعادة التي أظهرت أنه كان على كل حال فيه دفع للاعب حليمية في هذه الكرة. شوف رأيي على كل حال ما هوش مهم كما رأيت علي سبيسياليست سخصيت تعرف اللي عندي حاكم أنا يا سابق دولي راه متقاعد أقل خطأ يعني خطأ واضح ما كحتمش كل هنا مخالفة والهدف غير شرعي. بك أنا نولي برك في تيواني باش نخلي محمد وعلي ويتكلموا. المقابلة هذه كانت يعني تقريبا في حدود الخشونة والروح الرياضية رضوان يعني مش بناش مقابلة تشوف فريقين عارقين كما المولودية وسطيف ولو اللاعبين تاع المولودية ما لومهمش لأن الأجواء اللي كانوا فيها يعني هم قاعد عندهم عائلة ويخافوا بالطبع تخاف. ولكن لما درت انا احصائيات في هذه المقابله هذه الكره اللي لعبوا بها رضوان تاع شحال قعدت في الميدان حوالي 20 دقيقه